السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أرسم نهر في قلب برنامج الإنفرا ووركس، فأجي هنا في الإنفيرومنت وأقول له إن أنا عايز أحط ريفر، وعندي الأنواع بتاعة الأنهار اللي موجودة، وممكن تعمل هنا فلتر، تمام، عايز ماتريال أو ماتريال جروب أو كذا، أو تعمل سيرش هنا، أو تيجي تشوف الهيكلات بشكل آخر. طيب أنا هبدأ أرسم النهر بتاعي. تقدر تكتب المعلومات اللي انت عايزها هنا، الطول مثلا عايزه مثلا 150 اهو. لما تخلص هتدوس دبل كليك، هيبدأ يعمل لك النهر بتاعك، تمام. وهنا الوتر ليفل تقدر تتحكم فيه، الويتس ممكن تخلي دي مثلا 13 مثلا، هنا ممكن تقول له انا عايز انزل شوية تقريبا هنا الارتفاع 35، ممكن تقول له مثلا خليها 33 مثلا، وممكن بقى تقول له انا عايز ارسم مثلا طريق من هنا لهنا مثلا، طيب. لو احنا عايزين نعمل بحيرة مثلا، ممكن نيجي هنا في الانفيرومنت واقول له انا عايز ووتر اريا في اول نقطة اهيت مثلا، اهي اهي، ممكن ترسم اشكال غير منتظمة، وبعد كده دبل كليك خلاص يتقبل ويبدأ يرسم لك البحيرة اللي انت عايزها. تقدر بقى هنا تشوف البفر ويتس قد ايه، الووتر ليفل، تقدر تعمل البحيرة اللي انت عايزها. خلينا نضيف شوية اشجار كده، تمام، ممكن نقول له رو اوف تري، جايب لك بقى انواع الاشجار اللي انت عايزها والخصائص بتاعتها، فتقدر تغيرها وتحط الاشجار زي ما انت عايز على ضفاف النهر اللي انت عامله. وطبعا ممكن نضيف كالفرت من هنا مثلا، واحد هنا وواحد هنا اهو، ونغير الارتفاع بتاعه عشان لو في عربيات او حاجة عايز تعدي اهو. تقدر بقى ايه، تيجي هنا مثلا، هنا ده 35 من سطح الارض، نقول له مثلا خليها 40، وكذلك الناحية التانية. وتقدر تعدل الخصائص بتاعتها من هنا، مفيش اي مشكلة خالص. لو انت حابب عندك الفلو اناليسيز ريزولت والفلو والريبورت وكل حاجة، بتقدر انت تعدلها زي ما انت عايز، تعملها كاستمايز.